تخرج الاحتجاجات في العراق لكنها على غير هوى إيران. كل صوت عراقي هنا يهتف ضد النفوذ الإيراني ويطالب بالإصلاح تسمعه طهران ضجيجا تسعى لإسكاته. في خلفية المشهد المشتعل في العراق بالاحتجاج يظهر قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني مجددا. تشير تقارير إلى أن إيران تدخلت مؤخرا لمنع الإطاحة برئيس الوزراء عادل عبد المهدي في ظل أصوات شعبية وسياسية تطالب بذلك. ففي اجتماع سري عقد ببغداد تدخل قائد فيلق القدس الإيراني وطلب من هادي العامري الذي يقود تحالف الفتح العراقي المدعوم من إيران والذي يضم أبرز قيادات ميليشيات الحشد الشعبي بدعم عبد المهدي. هذا التدخل الإيراني لإسكات التظاهرات في العراق ليس الأول من نوعه، فقاسم سليماني حط في الأراضي العراقية من قبل محاولا وأد الاحتجاجات في مولدها. تقارير صحفية كشفت أن سليماني حضر اجتماعا أمنيا عراقيا بعد يوم من خروج التظاهرات بدلا من رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي. قائد فيلق القدس تعهد حينها بحسب التقارير بقمع الاحتجاجات مؤكدا خبرة النظام الإيراني في التعاطي مع هذه الأمور. على الرغم من ذلك استمرت الاحتجاجات العراقية بل وزاد زخمها. تتواصل الاحتجاجات في العراق بالتواكب مع احتجاجات أخرى في لبنان ضد الحكومات والميليشيات المتحالفة مع طهران، وهو التطور الذي يزلزل نفوذ إيران الإقليمي، هذا النفوذ الذي طالما راهن عليه النظام الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة.